حبايب دود سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشوني جدا جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني. واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب الدود سبورت. حلقه اليوم مرقص لقاء الاهلي والمقاولين العرب بفوز النادي الاهلي. بس قبل ما نخش بالمعمعه، عايزين نعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس، نوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم دعواتكم باذن الرحمن، اكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي يفوز على المقاولين العرب على ذئاب الجبل، على ذئاب الجبل 2-1 بطلوع الروح. 2-1 بطلوع الروح. بس احنا مش عايزين نتكلم بقى في التحكيم الكارثي والكورتين اللي في ايد اليو جانج اللي ما بتحسبوش. هل لو في تخبير احكيم او تخبير احكيم او اي حاجه تحكيميه بتقول لو في ماتش لقاء زي الزمالك والمقاولين، قسما بالله كانت تتحسب الضربتين الجزاء دول، قسما بالله. لكن النهارده انت بتلعب، ما بتلعبش قدم بقى، احنا بنلعب يد. احنا بنقول بقى ايه المعمعه كلها والاشواق والاجواء والمتعه والاثاره. بصراحه حاجه، النادي الاهلي يا جماعه بيكسب باقل مجهود، بيكسب النهارده 2-1 ويصل للمركز الخامس. لا خامس ايه، ده كلها ماتشين ثلاثه وتلاقيه على قمه الدوري. ما تنساش النادي الاهلي عامل زي الباجور لما بيجي يكسب اوبا بيطير. لكن شابوه بصراحه النهارده لعيبه غايبه عن النادي الاهلي. النهارده ما فيش، تحس ان انت مش باين اللي فيه لعيبه غايبه عن النادي الاهلي. حسين الشحات مش موجود، علي مارون مش موجود، الشناوي مش موجود، يعني الدنيا كلها مش موجوده. لكن النهارده اللي بيلعب بمعمع الدنيا وبيلمع الاجواء وخد قشر وتاكل هو ميمو امام عاشور، نجم النادي الاهلي الجديد والفاكهه الجديده بالنسبه للنادي الاهلي. وانا بقول لك يا سيدي اهو، خدها مني بضمان التعليق العربي من ملعب الدود سبورت. النادي الاهلي اللي جاي لسه أسوأ، اللي جاي لسه يعني مش قادر اقول لك بقى ايه، كله مكاسب بقى اليومين الجايين دول والدنيا هتكون جميله. عشان النادي الاهلي ما بيعرفش حاجه غير المكسب، النادي الاهلي ما بيعرفش حاجه غير الفوز، النادي الاهلي ما بيعرفش حاجه غير كل حاجه عامل زي القطر ترماي بيجري ولا يهمه اي شيء ولا في اي حد ولا اي شيء داخل السحر المستدير داخل النادي الاهلي. لكن بنقول له شابوه شابوه بجد 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 جدا جدا. النادي الاهلي النهارده بفوزه على المقاولين العرب النهارده صاحب التالق والابداع المقاولين العرب المستسلم فعلا في لقاء اليوم. وفعلا النهارده النادي الاهلي يفوز باقل مجهود، والنهارده متعه الاثاره داخل السحر المستديره في النادي الاهلي. وهو ده اسمه المارد الاحمر يا عم دودي، يا عم دودي اسمه المارد الاحمر. ما هو ده اللي احنا بنخاف منه وبنقلق منه، ما هو ده اللي عامل كل الشغل العالي، والبقيه تاتي وربنا يستر لسه في اللي جاي. بس بنرجع برضه ونقول شابوه مارسيل كولر، شابوه لعيبه النادي الاهلي بفوزه النهارده باقل مجهود 2-1. ده كان ملخص سريع، يا رب باذن الله يكون ملخص عجبكم باذن الرحمن. اتمنى من الله باذن الله تعالى ما تفقدش عليا في لايك، وباذن الله تعالى انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدود سبورت. محدش يغمض عليه، محدش يغمض عينه، وخد مني لحظه بلحظه كل الحصري من ملعب الدود سبورت. انتظروني غدا في حلقه ناريه، محدش يغمض عينه، في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.